تحتفل الشرطة العراقية في عيدها 100% إنجازات في حفظ الأمن والتصدي لكل المحاولات التي تزعزع الاستقرار، ودعوات بأن تكون هيبة الدولة بمسك السلاح داخل إطارها الأمني. نهنئ الشرطة العراقية بالعيد 101، ونتمنى أن يتم أن يسود الأمن والأمان في الشارع العراقي وفي العراق عامة، وأن يتم حصر السلاح بيد الدولة العراقية. اليوم من خلال عيد الشرطة العراقية نتمنى أن يكون وأن ينحصر السلاح بيد الدولة ولكي يستبد الأمن والأمان. في الفترة الأخيرة أصبحت بعض المراتب في قوى الأمن أداة بيد بعض الفاشينستات، وباستطاعتهن غلق الطرق وفتحها واعتقال الشخصيات التي لا تنال رضاهن من خلال علاقتهن بالشخصيات العليا في الجهاز الأمني. أي واحدة من الأسباب، يعني أحد المنتسبين أعتقد تعرض إلى عملية نقل خارج محافظته، وأعتقد وزير الداخلية الحالي أعاد حق هذا المنتسب نتيجة لتأثير مثل هذه الشخصيات لدى أصحاب القرار الأمني. دعوات لحفظ الأمن وإعادة هيبة الدولة بحصر السلاح ليكون في دائرة المؤسسة العسكرية، وأبعاد فتيات مواقع التواصل الاجتماعي عن التحكم بالقرار الأمني الذي يمس حياة المواطن. من العاصمة بغداد مهدي غريب، ون نيوز